عاوز أغلق هذا الملف وننتقل إلى ملف آخر وهو يتعلق ب النهاردة الحزب العربي الناصري أعلن موقفه ودعمه الكبير جدا للمشير السيسي، وبالتالي لو نقدر نشوف هم قالوا إيه. وبعد كده الحقيقة في أسئلة كتيرة، بس قبل ما أسأل عاوز أفك التشابك في قضية الحكم اللي صدر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان رئاسة سامح عاشور للحزب الناصري لصالح محمد أبو العيلة رئيس الحزب وأحمد حسن أمين عام الحزب. لا الحكم مش كده خالص. مش كده خالص؟ طب نصححه يا فندم. هما الاستاذين محمد ابو العلا واحمد حسن طعنوا على مؤتمرين من مؤتمرات الحزب، مؤتمر في اكتوبر 2010 ومؤتمر في في ديسمبر 2010 ومؤتمر في مارس 2011. المؤتمر اللي قضت المحكمه بابطاله هو مؤتمر اكتوبر 2010، وهذا لا يتعلق بتشكيل ولا برئاسة الحزب، إنما يتعلق بمسائل تنظيمية داخل الحزب تتعلق بالمرحوم الأستاذ ضياء الدين داوود. المؤتمر الذي انتخب فيه سامح عاشور رئيسا للحزب كان في مارس أو مارس 2011، والمحكمة أول درجة قضت بصحته وبسلامته، ومحكمة الاستئناف لم تتناوله بسوء، وبالتالي أصبح هذا المؤتمر مبرأ من المطاعن، وبالتالي لا يوجد لا في منطوق الحكم ولا في اسبابه ولا في حيثياته ما يغير من رئاسه الحزب. طب مين رئيس لكن الحزب؟ ما زال سامح عاشور رئيس الحزب، لكن امال ليه حضرتك مش موجود في الحزب؟ يعني النهارده المؤتمر كان برئاسه محمد ابو العيلة واحمد حسن. لا القضيه الاساسيه انه الحزب في مجمله مع هذا الاتجاه، اتجاه محمد ابو العيلة المشير عبد الفتاح السيسي في تأييده. بس خلينا نفك التشابك بتاع الرئاسه. لا تشابك الرئاسه لا يوجد منازع رئيس حزب. ما زال سامح عاشور رئيسا للحزب حتى تجري انتخابات. انا وعدت بان تتم في اسرع وقت ممكن، ولن اكون متقدما للمنافسه على هذا المقعد، وقلت ان احنا لابد ان نسعى بوجوه جديده لتشكيل الحزب من القاعده الى القمه.